السلام عليكم ومرحبا بكم يا جمهور الغالي. والله اول مره بسمع الفيديو ونتكلم. دخلت توا للدار نلقى سي فريد عباس، قلت يا ساعدكم يهنيكم فريد عباس هوجيكم، والله يعطيه الصحه وبارك الله فيه. قلت السيد هذا بارك الله فيه، والله مش يجيب لنا شويه فلوس ويعطينا، واحنا مطالبين في 9 مليار دويت و150 من هنا لاخر شهر. قلت يعطيه الصحه والله سي فريد بارك الله فيه باش يعطينا. يا اخي صباح صحيح الحبايب، المدعو السيد هذا فريد عباس يحكينا في مواضيع فارغه ويجبد في سيده ويحكي على سي على سي حمادي ويقول اللي السيد هذا معناه يزينا من السيد هذا يدور وما دفعوشنا للافريقي. السيد هذا وقت اللي كان 1990 كان رئيس في الترازي التونسي، سي حمادي بو سبيع في النادي كان رئيس في النادي الافريقي. سي حمادي بو سبيع عنده ملاعبي اسمه عياد الحمروني، تعرفوه الناس الكل، خلاه عنده. عيط له قالوا يا سي فريد بربي الملاعبي هذا راهم لاعبي جوهره معناها سوداد اللول وكل شيء. ايه قال والله بارك الله فيك يعطيك الصحه يا سي حماد. يهزوا الملاعب هذايا ويمدوا لسيدو سليم شيبوب. علاش؟ على خاطر هو صفقات ما حسوش بالنادي الافريقي السيد هذايا. والسيد هذايا وضعيه اللي فيها الافريقي توا. احنا نقول وضعيه كيفيه. خرج توا ينظف في روحه. عامل صفقات تاع كيران في جرة النادي الافريقي. عملت صفقات دبرت راسك قدموا لك على الاقل عاون النادي الافريقي يا خويا، عاوننا شويه اعطينا شويه فلوس على الاقل اعطينا شويه فلوس. الكلكم تخرجوا تنظروا عينا في التلفزيونات وتتكلموا، ولا تحب تنظف روحك تو؟ عندك خاطر مشاكل في البترول وعندك مشاكل في الغاز وعندك مشاكل في الامور هذيا، وعندك صفقه تاع 400 كار ما عرفش انا طلعتها مانيش عارف شنو عملت فيها، حرام عليك على الاقل صور شويه فلوس على الاقل اعطينا على الاقل شويه معاك للنادي الافريقي اللي عرفتك ورددتك وكونتك. ها؟ تجبد في الرجال وتجبد في الناس الشرفاء اللي خدموا النادي الافريقي اللي اعطاوا للنادي الافريقي واللي عملوا في النادي الافريقي لليوم لهذا، ولا عمرهم تكلموا ولا خرجوا ولا قالوا اعطينا ومدينا. عيب عليك، عيب عليك. من عام 90 من سيدي طريس من اللي خرجت لتوا ما يجيش دوروا عام ناول جيت مع التسييريه تمد في وجهك على اساس ما باش تعاون وانت على حمله انتخابيه انت عارفين تاع بلديات، وانا نعرف على جيت مدت فيها 100 مليون والدور غاديك تجي للستاد. كان جيت تحب النادي الافريقي على الاقل من فلوس عندك انت تبارك الله ما شاء الله لاباس عليك كل شيء، على الاقل تمد لنا شويه فلوس وتعطينا وتعاوننا كان تحبوا النادي الافريقي، مش تنظروا علينا في التلفزيونات وتخرجوا تقولوا هاو عنا هاو عملنا هاو قدينا هاو باش نعملوا هاي البرامج هاي شنو باش نعملوا شنو باش نقدوا. لا يعيشك عيش خويا، اذا حاجتك تتقدم توا للنادي الافريقي وتجيب شويه فلوس وتعطينا، مش شويه فلوس تجيب لنا زوز ولا 3 مليار دويت بالنسبه لك انت حكايه فارغه ما تحسوش عندي، وتمد من الفريق وتعاون به، وقتها عندك الحق نقولوا سي فريد بارك الله فيه، والله يرحم والديه بارك الله، اعطانا النادي الافريقي وعاون النادي الافريقي ومد النادي الافريقي. على الاقل صفقات اللي عملها مقبل منهم راهم في النادي الافريقي، على الاقل تو والله خرج ومد النادي الافريقي. ولذا يا خويا تعمل مزيه بربي وبارك الله فيك، والله فرحت انا خرجت خلت نجري من البارك قلت والله فريد عباس دزيت الناس كل قلت صحيح هذا يا ساعدكم يا هناكم سي فريد عباس هاوجيكم، قلت صحيح صحيح معناها السيد ليش مد لنا فلوس ويعطينا فلوس يعاوننا وظهر لي حس بالمسؤوليه وحس بالجمعيه وقال انا ولد الجمعيه. وجاء فتره وخرجت مع في الحوار التونسي مع مريم بالقاضي قلت والله فريمون برافو عليه السيد هذا جاب باش يعطينا فلوس ويمد لنا. صباح السيد هذا جاي ينظر علينا ويعطينا في رايه ويعطينا شو نعمل وما نعملوش. احنا ما حاجناش شكون يكلمنا، حاجنا بشكون يعطينا الفلوس يا ولدي. ما نحبوش شكون ينظر علينا تو، نحبوا شكون يمد لنا فلوس. النادي الافريقي في وضعيه خايبه، وضعيه النادي الافريقي ما تسمحش، الفيفا ما استناش، وجمهور الافريقي مسكين تعب تعب من الاكاذيب نتاع الناس كلها. يا ولادي اخفوا مع الجمعيه ذي راكم ذريتوها، يا على الاقل الشيء اللي خذتوه من النادي هذا على الاقل اعطيوه حتى شويه، تعاونوا النادي هذا. لا حرام عليكم، مش حرام قدام ربي جمعيه كيما النادي الافريقي بستهبطوها لاسفل السافلين، وانتم استثمرتوا منها ودبرتوا منها ريوسكم ورجلتوا منها الدنيا الكل. علاش؟ ولذا نطلب منك يا سي فريد كي خرجت لنا على الاقل في التلفزيون على الاقل جيب لنا شويه فلوس وعاوننا، خاطر وضعيه النادي الافريقي راهي خايبه برشا وسايب عليك من حب وسبيع وتجبد في الراجل. السيد هذا راهو النادي الافريقي عمره ولا نهار بخل عليها ولا نهار هرب عليها. الى البارح ولت البارح السيد هذا عاتي فلوس شيء غريب للنادي. فهم خويا وتعمل مزيه او مقر النادي تعرفه او الكونت الافريقي تعرفه، جيب لنا شويه فلوس ويرحم والديك وبارك الله فيك خلينا نعاون الجمعيه. وقتها لما التنظيم اللي تعمل
وعاش النادي الافريقي وتحيا النادي الافريقي وتقعد النادي الافريقي اقوى جمعيه في الجمهوريه وبقدره ربي ما تيحش. ولازم النادي الافريقي بيسترجع بيسترجع وبيسترجع. وناكد لكم ان النادي الافريقي برجالها وبعبيدها وبناسها مش امثال العباد اللي جيت تحكي فيها اللي استثمرت من عندها وما عطاتها حتى شيء. راه ما عطاوش الكلوب النادي الافريقي الناس كلها خذت منها ما عطاها حتى حد. اللي جاي يمص منها ويمشي ويعمل منها يعمل منها رسمي ويمشي على روحه. ولذا نطلب من الناس هذوما كيما عمل الحمادي بوسبيع وعاون واعطاه ومد، انا نطلب من الناس هذوما باش يعطيه كيما حمادي بوسبيع على الاقل او اقل منه. جيب لي 100 مليون تعب تحكم بها النادي الافريقي. ماهوش هذا السيد معمور راهو عايش كسيفاريد تعمل مزيه جيب لنا على الاقل زوز ولا 3 مليار دولار خاطر سكروا بهم على الاقل شويه الكاسه وبارك الله فيكم.